أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن تعزيز التمسك بالهوية الوطنية يبدأ من التعليم. وخلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني أشار المنسق العام إلى ضرورة الاهتمام بمواد التاريخ والجغرافيا واللغة العربية والتعريف بالموقع أو بالواقع السياسي والاجتماعي، مشددا على أنه من غير الممكن السيطرة على ممارسة الشباب والاطفال وانفتاحهم على الشبكه العالميه